صباح الخير يا شباب، او مساء الخير حسب ما تسمع الريكورد. يعني ان شاء الله النهارده هنكمل الجزء الثاني من المحاضره الثانيه بتاعه النيمونيا. اتكلمنا في الجزء اللي فات عن اللوبر واللوبيولر واستفاضه، وشرحنا وظبطنا الدنيا ومواضيع الام سي كيو والكلام ده. دلوقتي ان شاء الله هناخد ثالث نوع، ما كان ناخد كده ايه موضوعين فرعيين. ثالث نوع اتفقنا مع بعض اللي هو الانترستيشيال او الفيرال نيومونيا، ليها اسم تاني يقول لك برايمري اتيبيكال نيومونيا. ليه يعني، او ليه كلمة اتيبيكال؟ اتيبيكال لان الاعراض الظاهرة بتبقى اقل. يعني فوق كلمة اتيبيكال اكتب ان الاعراض الظاهرة بتبقى اقل، ماشي؟ دي حاجة. تاني حاجة بقى جنب كلمة ديفينيشن كده، عايزك تزود كلمة، تكتب ايه؟ تكتب انتر الفيولر. يعني ايه؟ يعني المرض ده اللي هو الانترستيشيال او الفيرال نيومونيا ما بتجيش جوه الالفيولاي، هو بيبقى التهاب ما بين الالفيولاي والالفيولاي اللي جنبيها، ما بينهم وبين بعض، تمام؟ فاكتب جنبيها كده انتر الفيولر. بس نبدأ بقى نقرا. يقول لك ايه؟ كاركترايزد باي باتشي انفلاماتوري تشينج. يبقى خط كده تحت كلمة باتشي، عشان احنا دايما بنحدد مين باتشي ومين ديفيوز، فدي كده باتشي. يقول لك ان بيبقى في انفلاميشن في الانترستيشيال تيشو without any alveolar exudate. عشان كده قلت لك اكتب ان هو انتر الفيولر. في حاجة صعبة؟ مفيش حاجة صعبة. هنخش بعد كده على الايتيولوجي، الاسباب، يا اما فايرال يا اما انفكشن يا اما حاجات تانية. طيب فايرال زي ايه؟ قال لك في حاجات برايمري وحاجات سكندري. ايه الفرق بين البرايمري والسكندري؟ برايمري يعني بكتيريا او سوري او فايرال يعني فيروس معين دخل على اللنج وعمل المشكلة ديت. سكندري يعني الفيروس دخل على مكان في الجسم وبعد ما المكان ده حصل له مشكلة اتنقل لللنج. سكندري يعني اتنقل من حتة جوه الجسم لللنج، لكن برايمري يعني من ال يعني في اللنجة نفسها. فبرايمري زي مين؟ زي الانفلونزا، الفيروس الانفلونزا احنا عارفينه من الكوميونتي. وسكندري قالك زي الميسلز او الهيربس. قالك فيه بقى شوية انفكشن زي المايكوبلازم، النيموسيستيك كاريني، يعني اعرفها كده اسما وخلاص. في بعض المواد الكيميائية او الدراجز ممكن تعمل مشاكل برضو زي الهيروين وزي الباربيتون. في حاجات تعمل فيزيكال اريتيشن زي الفيومز بتاعة البيرنس، يعني الحروق لما تكون فيه يكون في مثلا حريقة او كده، الدخان اللي بيطلع منها بيعمل مشاكل. وعلى فكرة كمان الدخان بتاع الحريقة ده اصلا بيموت، يعني ممكن مثلا تبقى حصل تسريب غاز. يعني تسمع مثلا عن حد يقول لك كان بيستحمى ومات. ليه مات؟ هو طبعا بيبقى سخان غاز في الحمام. سخان الغاز ده عبارة عن ايه؟ ده عبارة عن اول اكسيد الكربون CO. هتقولي طب ايه اللي فيها؟ يعني هقول لك انا، CO ده لما بيخش الجسم عنده افينيتي اعلى من الاكسجين كتير جدا. يعني بمعنى اخر، دلوقتي الهيموجلوبين الطبيعي ان الهيموجلوبين بيمسك في الاو2، الهيموجلوبين اول ما يشوف السي او بيتعفرت، يقول لك بس سي او ده انا حبيب السي او، يتف على الاكسجين يروح يمسك في السي او. فتخيل ان اول اكسيد الكربون ده راح مسك في كل الهيموجلوبين مثلا اللي في جسمك، فبالتالي الاكسجين مش هيتحمل على اي هيموجلوبين، بالتالي بيخش العيان ده بعد كده وبيموت، ما بيقدرش يتنفس. هتاخدوها في الفسيولوجي المفروض، يعني يعني معلومه ليكوا انتوا كده. عشان كده دايما لما بتحصل حريقه او حاجه في ناس بتموت من الدخان بتاع الحريقه بسبب كميه السي او اللي بتبقى في الحريقه يعني. بس دي معلومه فسيولوجي اكتر. نكمل كلامنا، هنخش بقى كده على الباثولوجي. هو بيتكلم عن المايلد كيز، قال لك ان هي الكومون تايب من الفيرال انترستيشن نيمونيا. خط ونجمه تحت كومون تايب. يبقى ايه الاشهر في الانترستيشن او الفيرال نيمونيا؟ المايلد كيز، تمام؟ وافتكر ان كلمه ايه تيبيكال يعني الاعراض الظاهره بتبقى اقل، عشان كده دايما المايلد كيز هي بتبقى كومن تايب. يعني ربط الكلام ببعض. طيب الجروس بيكتشر، قال لك اول حاجه ان البوس لونج شو بيري برونكيال كونجستد باتش. طيب تاني حاجه بقى دي المهمه، دي تعمل لي جنبيها كده 100 نجمه. قال لك اوزي ريت فروسي فلويد. فروسي فلويد احنا اتفقنا يعني بتبقى زي عباره عن ميه كده وفيها فقاعه هواء، تمام؟ احنا اتفقنا على ده في الريكورد اللي فات. طيب زي مين؟ عشان احنا قلناها ورا، زي اول ستيج في اللوبر نيومونيا، الستيج اللي هي بتاعت الكونجيشن، قلنا برضو انه بيبقى فيه فروسي فلويد، تمام؟ هنا بقى الفرق ان هو اوزي ريد. شفت بقى يجي في الامتحان يقول لك ان فيه فروسي فلويد، فانت تتلخبط تقول طب ما المايلد جيز بتاعت الانترستيشن نيومونيا فيها فروسي فلويد، واللوبر نيمونيا مرحله الكونجيشن كان فيها فروسي فلويد. هنا بقى الفرق ان هو اوزي ريد فروسي فلويد، تمام؟ دي اول تكايه ودي مهمه جدا، دي اهم حاجه في الكورس بيكتشر.
لازم تبقى عارفها وش يعني. بعد كده بيقول لك برضو ان البلوره بيبقى فيها فايبرنس بلوريسي، دي احنا قلناها 100 مره فمفيش حاجه جديده يعني. بعد كده بقى نخش على مايكروسكوبك بيكتشر. هو يعني بيقول لك ايه، بيقول لك ان بيبقى في انترستيشال انفلاميشن، كونجستد كابيلاريز، في اديما، في انفلتريشن ليمفوسايت وبلازما سيل الماكروفاج، الكلام كله يعني انشا. السطر التاني لحد ما مهم، هو بيقول لك ان الالفيولاي بيحصل لها كومبريزد لكن من غير نكروزز. يعني ايه؟ دلوقتي احنا اتفقنا ان الحوار ده بيحصل ما بين كل الفيولاي والتانية، حتى احنا في الاول زودنا كلمة انتر الفيولار. فلما بيكون في مشكلة ما بين كل الفيولاي والتانية، او في التهاب وفي اديما، فده بيضغط على الفيولاي فبيحصل لها كومبريسنج، يعني الالفيولاي بتضغط لكن ما بيحصلش نكروزز، لان اصلا المشكلة كلها او الانفلاميشن حصل ما بين الالفيولاي وبعض مش جواها. فعشان كده بيقول لك ان الالفيولاي كومبريزد لكن ويزاوت الفيولار نكروزز. طيب ايه الفيتال كومبليكيشن بتاعها؟ الاشهر او الكومن انه بيحصل ريزولوشن، تمام. قال لك احيانا ممكن يحصل فايبروزس في الانترستيشيوم، انترستيشيوم يعني ما بين كل الالفيولار والتانية. شفت احنا ما جبناش سيرة الالفيولار خالص. قال لك ممكن يحصل فايبروزس لكن ده انكومن. ممكن احيانا مع دخول الفيروس يحصل سكندري بكتيريال انفكشن، سيبتيك برونكو نيومونيا. على فكرة حوار ال secondary bacterial infection ده، عارف انت لما حد يجيله دور برد، ايه فكرة دور البرد؟ دور البرد ده احنا بناخده مضاد حيوي وبنخف. طب معنى ان احنا اخدنا مضاد حيوي وبنخف، يبقى اللي عمل المرض ده ايه؟ بكتيريا، صح ولا غلط؟ صح. هل البكتيريا دي بتخش الجسم على طول؟ لا، ده هو الفكرة ان انت بتلقط فيروس في الهواء، الفيروس ده بيخش جسمك وبيضعف الجهاز المناعي فبيسمح للبكتيريا ان هي تخش جسمك. يمكن الفيروس بيبقى ضعيف او ملوش اعراض او كده، يعني الاعراض دي كلها بسبب البكتيريا. فانت دور البرد اللي بيجيلك ده، دور البرد اللي بيجي لك ده بيبقى اصلا سكندري بكتيريال انفكشن في الاغلب، عشان انت اصلا بتاخد مضاد حيوي وبتخف في الاخر. فدايما اي عدوى فيرال بيبقى معاها سكندري بكتيريال انفكشن، دي برضو معلومه ليك انت كده ايه للطب يعني زي ما بيقولوا. بس فانت فعلا هي ايه تيبيكال، يعني اعراضها اخف، بتحصل ما بين الايفولاي وبعض، فعشان كده الالفيولار نيكروزس ده مش موجود. الريزولوشن هو الكومن، يعني لحد ما دي اخف من اللوبر واللوبيلر شويه. في بقى حالات اللي هي سيفير كيز، تمام، دي ليها اسم اللي هو الاي ار دي اس، ادلت ريسبيراتوري ديستريس سيندروم، او داد ديفيوز الفيلر دامج. دي يعني هي سيفير كيز ليه؟ لان الانترستيشال نيومونيا خلاص تمكن من الشخص دوت، تمام. يعني هو هيوصف لك في الاول بيبقى عامل ازاي، وبعد كده مع مرور الوقت بيبقى عامل ازاي. فيقول لك ايه؟ يقول لك في الايرلي ستيج اللي يكون فيه ديفيوز الفيولار دامج، شوف ديفيوز الفيولار دامج، وبيحصل نيكروزز في الابيثيليال سيل، ويحصل ان فيه فايبرين ديبوزيشن وهايبر بليزيا للالفيولار سيل، وبيبقى فيه انفلاماتوري سيل، الدنيا بتتبهدل. ليه بقى؟ ده خلاص فضل من يعني من غير علاج، ومثلا بعد الفيرال انفكشن جه معاه بكتيريال انفكشن، ده بيبقى حالته صعبة خالص. برضو معلومة ليك، اكيد مثلا لما المرض ده لما يجي لحد عنده 20 سنة مش زي مثلا لما يجي لحد عنده 60 70 سنة اساسي. فهو برضو انت وقدرة الجهاز المناعي على مواجهة المرض دوت. بس فاحنا كل ده في الاخر بنتكلم عن النيومونيا، الالتهاب الرئوي، فهو في الاغلب زفت، يعني في الاغلب زفت. بس فهنا بقى هو بيقول لك ايه، في حالات السيفير كيز بيبقى الدنيا ماشية ازاي. كل اللي فات ده كان في المايلد كيز، واتفقنا ان المايلد كيز ده هو الكومن. هو بقى دلوقتي بيتكلم عن السيفير كيز، فيقول لك ان في السيفير كيز الايرلي ستيج اول حاجه قلنا ديفيوز دامج ونكروزس وفايبرين ديبوزيشن والكلام ده. طيب قال لك بقى السرفايفنج بيشنت، يعني ايه؟ يعني واحد جاله واحد سيفير كيز وعدى مرحله الايرلي ستيج ديت، هيعمل ايه؟ هيخف؟ لا طبعا، ده حالته هتسوء. فقال لك بيحصل يعني الجسم بيحاول يعمل ريبير، فبيعمل حاجه اسمها بروليفراتيف فيز. يعني ايه الفكرة؟ ان في تايب 2 الفيولار سيل، الالفيولار سيل ليها انواع او ليها تايبات كتير، فالتايب 2 بالتحديد ده بيحصل بقى ان الخلايا دي عددها بيزيد، يعني عددها بيزيد عشان يحاول يعوض اللي حصل، فبينتهي في الاخر بفايبروزس، تمام. وبيعمل حاجة في الاخر اسمها مايكرو سيستيك تشينج، او اللي هي الهوني كومب لونج. يعني اعرف كده المصطلح عشان ممكن يجيلك ام سي كيو يقولك هوني كومب لونج تيجي يعني. بس فا early stage والله بيحصل damage و necrosis وفي fibrin بترسب وكده، لكن في ال surviving patient اللي هو المرحلة اللي بعديها بقى دي الأوحش، إن بيحصل proliferative phase
بيحصل فايبروزز وبيعمل في الاخر الهوني كامب لانج. وعلى فكرة هي كلمة هوني كامب لانج ديت اللي هو كده ايه، ده نوع يعني ايه، ده كده لما بتشوف اللانج تحت الأشعة، يعني لما تعمل أشعة وتشوف شكل اللانج بيبقى لها شكل مميز، هو الشكل ده اسمه هوني كامب، يعني هو ده اسمها كده بس. وده بيحصل في حالة بقى اللي يكون ايه وايد سبريد فايبروزز، يعني انت ممكن تكتب جنب هوني كامب وايد سبريد فايبروزز. احنا اتفقنا ان هو بيحصل انترستيشال فايبروزز فبيعمل لي هوني كامب لانج، فالهوني كامب لانج ده بتشوفه تحت الأشعة في حالة ان يكون فيه فايبروزز كبير. بس كده احنا خلصنا كلام عن الانترستيشال نيومونيا، تمام، او البرايمري اتيبيكال نيومونيا. اتكلمنا عن المايلد كيز وعن السيفير كيز، واتفقنا ان هي انتر الفيولار والكلمتين دول. بس وقف الريكورد واقراهم تاني كده على السريع، تعالى كمل معايا. احنا اللي باقي لنا الانفلونزا واللونج ابسس والبلمونري تي بي، يعني دول الحاجتين او التلاتة الباقيين. يعني ان شاء الله الكلام سهل. طيب اول حاجة الانفلونزا، شوية كده كلام انشا يعني ما فهمش على فكرة حاجة مميزة، ومش موضوع اسئلة قوي، وحتى ما كانوش موجودين السنة اللي فاتت، يعني كل اللي جاي ده اصلا ده متزود عليكم. ففي الاول يقول لك ان الانفلونزا ده كومن فايرال انفكشن اوف ريسبيراتوري تراكت، ولسه قايلين من شويه ان هو من ضمن الحاجات اللي بتعمل فايرال او انترستيشن نيومونيا، فيعني خليك مربط الكلام ببعض. بعد كده بيقول لك ان هي دروبلت انفكشن، يقول لك ان الانكوبيشن بيريود من يوم الاثنين، تمام كل دي معلومات كده تحفظها وخلاص ما فيش حاجه صعبه. قال لك الباثولوجي، قال لك بتروح على الابر ريسبيراتوري تراكت يعمل لك كاترا راينايت ساينسايت نيزوفرنجايت لارنجايت اي حاجه في دماغك تكتبها. قال لك البرونكاي فيها كاترا البرونكايت، اللنج فيها انترستيشال برونكو نيومونيا. احنا لسه متفقين من 5 دقايق ان الانترستيشال نيومونيا بتعملها حاجات فايرال زي الانفلونزا، فيعني مفيش جديد. الجروس بيكتشر، قال لك الابر ريسبيراتوري تراكت الميوكوزا بيبقى ادوماتوس وسوولن، اللنج تبقى بيري برونكيال كونجستد باتش. حط خط تحت كلمه باتش بس، يعني خليك عارف انها باتش مش ديفيوز، تمام. ودي برضو قلناها في الانترستيشال نيومونيا ان هي باتش، مفيش جديد في الجروس بيكتشر. تعالى للمايكروسكوبيك بيكتشر، بيقول لك ايه الابر ريسبيراتوري تراكت، بيقول لك بيحصل ميوكويد ديجنريشن شيدنج في الميوكوزال، الساب ميوكوزا كونجستد كابيلاري اديما بلازما سيل، اللنج نفسها بيبقى فيها انفلاميشن انترستيشال انفلاميشن. والمره الالف بقول ان الانفلونزا ده بيعمل انترستيشال نيومونيا، فطبيعي هيبقى فيه انترستيشال انفلاميشن. بس مفيش الفيلار نيكروزز ليه؟ لان الانفلونزا بتعمل انترستيشال نيومونيا، الانترستيشال نيومونيا دي انتر الفيلر ما بتعملش الفيلار نيكروزز زي ما اتفقنا فوق، مفيش جديد، ربط الكلام ببعض. بس فاصلا يعني دي الجزئيه دي الانفلونزا دي كده اللي في النص الصفحه دي هتقراها على السريع. بعد كده يقول لك الفيت والكومبليكيشن، قال لك في الاغلب بيحصل ريزولف من غير اي كومبليكيشن، ممكن يحصل سكندري بكتيريال انفكشن. في كلام جديد او كلام صعب؟ لا سهله جدا، يعني مفيش اي حاجه عن انفلونزا. هنخش على اللانج ابسس، قلمك الجميل حط خط تحت كلمة localized، خط تحت كلمة subjective، ماشي. وفرقنا مرة يقولك fibrous inflammation ومرة subjective inflammation، يعني في صديد او بص، وهي الكلمة جاية من اسمها lung abscess يعني في خراج. ما الخراج ده هيطلع ايه؟ هيطلع شوكولاتة. اكيد هيطلع بص. فهو localized subjective inflammation خط ونجمة، بيحصل فين؟ في اللانج بارينكما، عشان كده بنقول عليها lung abscess. بس فيقول لك بقى ان هو بيعمل irregular cavity containing بس، سبحانه lung abscess خراج، هيكون في ايه؟ شوكولات بس. بس بقى التعريف بيوصف نفسه، فما يجيش في الامتحان يقول لك ان في التهاب في اللانج برينكما وبيعمل لي كافيتي فيه بس، فتختار مثلا اللوبر نيوانيا، انا هزعل وهعيط وهضرب نفسي طلقتين، يعني هنتحر. بس فاهم حاجه بس كلمه ايه؟ localized subjective inflammation. طيب قالك التايبس، قالك في برايمري وفي سكندري. برايمري يعني الابسس في المكان نفسه، سكندري يعني جه من مكان تاني. البرايمري في بس حاجه مهمه، يقولك ان الكومونست كوز هو الاسبيريشن بتاع انفكتد ماتيريال، يعني ماتيريال مثلا حاجه مش متعقمه كويس، او مثلا عيان بيكح، او عيان مش عارف كان عنده قيء مثلا، فانت عملت اسبيريشن او انهاليشن، يعني الاثنين. فمثلا اتعديت ده البرايمري، انت مباشره ودخلت على اللنج بوظت الدنيا. السكندري قال لك ان هو بيجي من اذر ديزيز اوف ذا لنج، او من مكان اصلا تاني فروم انذر سايت. واحنا قلنا من شويه الفرق بين البرايمري والسكندري، انت بس خليك عارف ان برايمري كومونست كوز هو الاسبيريشن اوف انفكتد ماتيريال. طيب تعال للايتيولوجي، السبب قال لك اقسمها لحاجتين، كوزيتيف مايكرو اورجانيزم
يعني مايكرو اورجانيزم معين بيعمل الكلام ده، او كونديشن بتعمل لي الكلام ده، يعني ظروف او حاجات حواليا هي اللي خلتني يبقى عندي لانج ابسس. طب ايه الكوز اوف مايكرو اورجانيزم؟ قالك الاستاف، الستريبت، النيموكوكاي، اي حاجه جرام نيجاتيف، فما فيش حاجه مميزه. يعني احفظ الستاف والستريبت والنيموكوكاي وخلاص. تعالى بقى للكونديشن. الكونديشن زي ما انت شايف 8، فاحنا عشان نسهلهم يعني يمكن الاولاد ممكن يعرفونا اكتر. كان في لعيب زمان بيلعب في البايرن، روبن، كان عليه R2 برجله الشمال في الزاويه التي يسكن فيها الشيطان. تمام، ماله روبن ده؟ روبن ده بسله. حلو، روبن بسله. ايه روبن بسله؟ اول حاجه نمسك كلمه روبن. الراه، خلي بالك روبن بسله دي هنعوزها في الاثنين، الكونديشن اللي بتعمل لونج ابسس والكوبليكيشن بتاعت اللونج ابسس. شفت روبن بسله، هتعرف بيها الاثنين. روبن اسبيريشن، الريشن، روبن اسبيريشن. تمام، زي ما اتفقنا الاسبيريشن هو الانهاليشن، زي مثلا ايه البلاد، بلاد كلوتس ديورنج سيرجيكال اوبريشن، انت بتعمل عمليه جراحيه فحصل اسبيريشن او انهاليشن للبلاد الكلوت دوت، البلاد اللي هو المتجلط دوت. اما فوميتاس من بيرسون كان جنرال انستيزيا يعني فوميتاس، يا اما فورين بادي يعني جسم غريب وانت عملت برضو انهاليشن. دي بالنسبه لكلمه يعني حرف الار او الراء اللي هي روبن. طيب روبن حرف البه، البه ده بقى عد معايا. قال لك اول حاجه بوست نيموكوكاي لونج ابسس، يعني ايه؟ يعني حصل نيومونيا بعد كده حصل لونج ابسس، فيقول لك بوست نيموكوكاي لونج ابسس. ادي اول واحده حرف البه او البي، برونكستيزيس، برونكيل اوبستراكشن، بنتريتنج لونج انجري، كل دول بحرف البي او اللي هي البه. طيب عندك بعد كده كلمة بسلة، البي برضو. شوف الروبن والبي الاتنين يفكروك بالبهات اللي موجودة، يعني طالما في روبن حرف ب وبسلة حرف ب فيفكرك ان في كذا بي في الكونديشن. المهم كلمة بسلة. بعد كده دخلنا لحرف الاس، سيستميك بايميا، بايميا اللي هي سيبتيميا، هي نفس المصطلح. تمام، ده حرف السين او اللي هو الاس يعني. البسلة اللام، اللام اللي هي لوكال سبريد انفكشن، بسلة اكتينو مايكوزيس، كأنها بسلة لام الف يعني عشان نفتكر اكتينو مايكوزيس. اكتينو مايكوزيس ده عبارة عن ايه؟ ده انفكشن بيعمله مايكرو اورجانيزم اسمه اكتينو مايسيس اسريلي. هو اسم معفن كده معقد يعني. المهم يعني ده مايكرو اورجانيزم هو اللي بيعمل العدوى ديت او الانفكشن ديت. دي لما بتيجي للعيان يعني بيبقى الم رهيب، بيبقى فيه سيفير بين، الم رهيب جدا، ومكان الوند مكان الجرح بيبقى فيه ريدنس رهيب. يعني دي معلومه كده ليك انت اعرفها يعني. بس فده كده اللي هي روبن بسله، روبن اسبيريشن. بعد كده البيهات، بوست نيموكوكاي لونج ابسس، برونكستيزيس، برونكيال اوبستراكشن، بنتريتنج لونج انجري، البسلة، اللام اللي هي اللوكال سبريد اوف انفكشن، والايه اللي هي الاكتينو مايكوزيس. تمام، ده بالنسبة لمين؟ ده بالنسبة للإتيولوجي بتاعت الكونديشن بتعمل لي لونج ابسس. هنخش على الكومبليكيشن، برضو نفس الكلام، روبين بسلة، الار يعني رابتشر، رابتشر يعني حاجة بتفرقع، فيعمل لي هوموبتوزيس، يعمل لي فيستيولا، يعمل لي نيموسوركس. اتفقنا نيموسوركس يعني الهواء يخش جوه. بس فده اللي هو الرابتشر. طيب البي اللي هي رقم 3، بلورر كومبليكيشن، البي او البه يعني روبن به، بلورر كومبليكيشن زي ايه؟ زي الامبايما، برضو نيموسوركس. تمام، والاتنين على فكرة سواء الامبايما او النيموسوركس هتلاقي الاتنين في كلمة روبن برضو، حرف الياء وحرف البي، فكل ده يفكرك. تمام، يعني كلمة روبن انت استخدمت حرف الراء رابتشر، البه والياه اللي هما النيموس وركس والامبايما او اللي هو البلورا كومبليكيشن عموما عشان تفتكر. النون يعني نيكروزس، ونيكروزس اللي هي يعني هي اللانج جانجرين، جانجرين يعني غرغرين، اللي هو بيحصل الجزء ده مات مثلا، يقول لك ده واحد عمل باتر في رجله، او يا عم ده جاله غرغرينه في رجله، يعني الجزء ده مات حصل نيكروزس فاضطر ان هو يعمل يعني يقطع المنطقه ديت او العضو دوت، فنيكروزس. فكده كلمة روبن رابتشر، نيموسوركس، امبايما، نيكروزس، دي كلمة روبن. طيب وبسلة، بسلة عندك
بايمة أو سبتيميا، وعندك بلاد سبريد للإنفكشن. دول بحرف ال ب. طيب تعالى لك عند بلاد سبريد. يعني ايه بلاد سبريد؟ يعني الإنفكشن دي بتطلع من اللنج، أو سوري الأبسس ده بيطلع من اللنج ويمشي في الدم. على حسب المكان اللي يروحه هنشوف هيهبب ايه. يعني لو راح المخ يعمل لك برين أبسس، يعمل لك مننجايت. المننجيز ده اللي هو الغشاء اللي بيبقى حوالين المخ، وده هتاخدوه ان شاء الله بالتفصيل الممل في السي ان اس. ده الغشاء اللي حوالين المخ وبيحميه، وفي ليله ليله سودا تخيل بقى بيعمل لك فيه التهاب. لو راح مثلا على المفاصل بيعمل لك ارثرايت. لو راح مثلا على القلب ممكن يعمل اندوكاردايت. فعلى حسب المكان اللي هيروحه هيعمل انفكشن او عدوى، سواء بقى في المخ او في المفاصل او في القلب يعني. فده اللي هو كلمة بسلة البلاد سبريد. بس بايمة أو سبتيمة احنا عارفينها خلاص. اللام اللي هي لوكال سبريد، يعمل لك سيبتيك بريكاردايت، سيبتيك ميديستاينايتايت، يعني يروح على الميديستاينم يعمل مشكلة فيه. بس فكلمة بسلة صح، حرف السين اللي هي السكندري اميلويدوزيس وكرونيك ابسس. بس ده الكومبليكيشن بتاعت اللنج ابسس. فخلي كلمة روبن بسلة جاية في دماغك. على فكرة انت يوم ما تتسأل هتسأل ام سي كيو، بس هم علشان كتار فاحنا بنعلمهم في كلمة روبن بسلة، سواء الكونديشن اللي تعملي اللونج ابسس او الكومبليكيشن بتاعت اللونج ابسس. فهات كده ورقة، ورقة كشكول بالعرض، اكتب كده روبن رهواو به يه نون وبسلة بعرض الصفحة كده كبيرة، تمام؟ وكل حرف تكتب تحتيه، يعني مثلا تكتب بالأزرق اللي هي الكونديشن اللي تعمل لي ابسس، وتكتب مثلا بالاسود للكومبليكيشن. كل حرف كده بحيث ان انت بتمسك الكلمه اللي هي بتاعت روبن بسله تبقى عارف ان مثلا اللي بالازرق الكونديشن واللي بالاسود ده الكومبليكيشن. هتحفظ، هتلاقي نفسك حفظتهم صم اصلا، هتبقى مستمتع وانت بتعملهم. بس لو انت يعني من النوع اللي بيحب يحفظ، من النوع اللي بيحب يلصم كده ويعرف له كام معلومه عشان الام سي كيو، تمام. بس يعني عشان بس دول 8 كونديشن و8 كومبليكيشن، يعني 16 حرام تقعد تحفظ فيهم بصراحة، والمحاضرة مليانة. بس فحاولنا كده احنا ايه يعني نحششهم مع بعض. روبن بسلة كده خلصنا اللونج ابسس ومفيش حاجة صعبة، تمام. اخر حاجة بقى البلمونري تي بي اللي اخدناها بالتفصيل في الكوميونتي برضو، يعني ايه موضوع لذيذ يعني هنستمتع بيه برضو. طيب نبدا بال او هنتكلم هنا عن البلمونري تي بي. فاحنا عندنا برايمري وعندنا سكندري، تمام. كل السكندري هتقسم حاجتين، اكيوت وكرونيك، ماشي. البرايمري عليه كده كلمتين لطاف لزاز. بيقول لك اول حاجه ان هو بيحصل بسبب انهاليشن للباسيلاي بتاعه التي بي اللي هي المايكوبكتيريوم تي بي، دي اول معلومه. تاني معلومه بيقول لك ان هو الافكت اللونج بتاعه التشايلد اكتر. تالت حاجه يقول لك اللي هو بياخد صورة اللي هو يعني او بيبقى اسمه برايمري بالمونري كومبلكس، ماشي. دول في منه 3 اشكال او 3 صور. نو برايمري يعني برايمري يعني حاجة في حصلت اول حاجة على طول، مش جاي من مكان تاني في الجسم، تمام. طيب ايه الـ3 حاجات اللي عايزين نتكلم عنهم؟ اعرفهم عشان هيجي في الام سي كيو مثلا يجيب لك المصطلح او الكلام ممكن يقول لك ده انه نوع من انواع البرايمري تي بي. فايه اول حاجة؟ لما يقول لك ان في ليجن لونه اصفر، يلو سب بلولر يلوش ليجن، تمام. مكانه فين؟ ركز قوي على المكان ده عشان في ناس بتتلخبط فيه. اول حاجه اللور اسبكت من الابر لوب او الابر اسبكت من اللور لوب. يعني ايه؟ انا عندي تو لوبز، او اللوب يعني من فوق ومن تحت، تمام. او اللوب الفوقاني واللوب التحتاني. فهو بياخد الجزء التحتاني من اللوب اللي من فوق او الجزء اللي فوق من اللوب اللي تحت. يعني انت مثلا هديك مثال ابسط، هات كده قلم جاف وحطهم قدام بعض، يعني حط القلم وقدامه قلم تاني، فلبست اول قلم مع ظهر تاني قلم. هو ده المقصود، انه لور اسبكت من ابر لوب وابر اسبكت من لور لوب. لو ما وصلتش او ما حدش فاهمها بعمل لكم رسمه كروكي كده افهمكم يعني. بس ده المكان بتاعها، فبيبقى فيه يلوش ليجن في المكان دوت. احفظ المكان واحفظ اليلوش ليجن ده على طول، اللي هي الجونز فوكس، ماشي. يجيب لك في الامتحان وعيان وجاله مش عارف عمل انهيليشن لتوبيركل باسيلاي وتشخص ان هو برايمري بالمونري كومبلكس، جه تحت الميكروسكوب لقوا يلوش ليجن في اللور اسبكت من الابر لوب. ده كده عنده ايه؟ جونز فوكس ولا تي بي ليمفاجينايت ولا تي
فاول حاجه الجونز فوكس، فهمنا ايه الوش ليجن وعرفنا المكان. تاني حاجه تيوبيركلوس ليمفاجينايت وتيوبيركلوس ليمفادينايت. بالله فرق بين الاثنين، بمعنى ليمفاجينايت يعني حصل انفكشن في الليمف فيسل، الليمف فيسل هي التشانلز بتاعت الليمف، ليمف فيسل اكتب كده ليمف فيسل. لكن ليمف ادينايت دي مشكله في الليمف نود نفسها، ان بيحصل لها انلارجد حجمها بيكبر. ففرق بينهم، حتى هو كاتب تيوبيركلوس ليمفاجينايت ده اللي هي الدريننج ليمفاتكس اللي بتعمل دريننج الليمفاتكس اللي هي الفيزلز اللي هي التشانلز، ده الليمفاجينايت. لكن ليمف ادينايت يقول لك انلارجد هايلر ليمف نود. ففرق بين الاثنين عشان في ناس بتتلخبط فيها، والله في ناس معايا في الكلينيكال وبتتلخبط فيها. ففرق بينهم. دخل بعد كده على الفيت والكومبليكيشن. قال لك اول حاجه بيحصل لوكاليزيشن، يعني هو مش بينتشر مثلا في الجسم او لا، يعني بنسبه كبيره بيحصل له لوكاليزيشن وهيلينج، لكن بيبقى فايبروزز يعني الجزء اللي بيجي فيه تي بي ده مات مش هيشتغل تاني. ماشي، دي اول حاجه. قال لك ممكن يحصل ري اكتيفيشن، يعني تبقى الباسيلاي موجوده، وحتى هو كتب فين، يا اما كابسيوليتد يا اما هيلد ليجن، يعني ممكن يبقى ليجن وخلاص حصل له فايبروزز وخلص، او حصل له هيلينج، او كابسيوليتد يعني متحاط، يعني محاط ومع ذلك يحصل ري اكتيفيشن. بس في بقى حاجه تالتة يقول لك ان ممكن يحصل سبريد، يعني بعد ما حصل الري اكتيفيشن لو الجسم فشل ان هو يفضل محافظ على اللوكاليزيشن بتاعه يحصل سبريد. بس فمهم تعرف لي ان في فايبروزز، يعني مهم تعرف ان في فايبروزز. بعد كده بقى الروت بتاع السبريد، يا اما دايركت يا اما ليمفاتيك يا اما بلاد يا اما كلام عبيط، يعني اقراه على السريع وعدي. ده كده بالنسبه للبرايمري. اهم حاجه بالنسبه لي اللي هو اللي هو الجونز فوكس والتي بي ليمفاجينايت والتي بي ليمفادينايت، يعني دول مهمين شويه. والكومبليكيشن بتاعت البرايمري اللي هي اللوكاليزيشن وفايبروزز، وممكن يحصل ري اكتيفيشن، وممكن يحصل سبريد لو اللوكاليزيشن فشل. لوكاليزيشن جاي من كلمه حتى لوكال، يعني ان هو بيحاول يخليه في مكان معين. طيب ايه السبب، على فكره دي مهمه انا نسيت اقول ان هي مهمه فوق، ايه السبب بتاع البرايمري بالمونري تي بي؟ انهاليشن للتيوبيركل باسيلاي، ماشي ما تنساش نجمه وخط. طيب السكندري برضو انهاليشن، وفي نفس الوقت ري اكتيفيشن. يبقى كأن البرايمري تعمل لي سكندري، يعني انا جالي برايمري تي بي وطلعت في تي بي، يعني في باسيلاي قاعده جوه وفضلت قاعده جوه، صح؟ صح. حصل ري اكتيفيشن، هتوقع كده بين قوسين اندوجينوس رينفكشن، يعني ري انفكشن اللي هي عدوى اتعملت من جديد، ري واندوجينوس يعني من جوه الجسم نفسه. بس وقبليها هو كاتب لك ري اكتيفيشن، هنا الباسيلاي اوريدي موجوده، حتى هو كاتب سكندري. سكندري يعني دي حاجه حصل، يعني حصلت لتاني مره مش لاول مره. بس فده السبب بتاع السكندري. لكن فوق في البرايمري تي بي كان موضح، قال لك انك تعمل انهيليشن للباسيلاي، لكن تحت بقى جاب لك سيرت الري اكتيفيشن. فبرضه ايه، خليك عارف مين اللي بيعمل رياكت، يعني مين سببه الري اكتيفيشن ومين سببه انهيليشن للباسيلاي. طيب التايبس اتفقنا في الاول، قلنا عندنا كرونيك وعندنا اكيوت. هو كتب الكرونيك بقى كده اكيوت، لا اعكس، انا عايز هتكلم عن الاكيوت الاول. يقول لك ايه، يقول لك الاكيوت ده بيحصل يعني وين 1 اور مور اوف 3 فاكتور اكزيست، يعني لما يكون واحد من الثلاثه اللي هنتكلم عنهم او اكتر عادي، يعني لو حاجه منهم موجوده ممكن يعمل لي سكندري بالمونري تي بي. ايه هما؟ قال لك اول حاجه لارج دوس اوف فايرولنت بكتيريا، يعني لو عندي كميه باسيلاي كبيره جوه جسمي ممكن يحصل رياكتيفيشن ويحصل سكندري بالمونري تي بي بالتحديد اكيوت. طب تاني حاجه لو اميونيتي، طبيعي مناعه ضعيفه. تالت حاجه هايبر سنسيتيفيتي، دول تلات حاجات يعملوا لي اكيوت تي بي برونكونيومونيا. ويقول لك ان هي ليها اكيوت فيتال كورس، يعني ممكن العيان اللي يجيله اكيوت تي بي دوت برونكونيومونيا يموت. طيب ارجع كده قبليها الكرونيك، قال لك بتحصل فين، في الادلت بيشنت مودريت ليفل اوف اميونيتي. خدت بالك في الاكيوت كان لازم مناعه ضعيفه، لكن في الكرونيك ممكن مودريت ليفل اوف اميونيتي. بعد كده لك اللي ليها سلو كرونيك كورس، يعتبر عكس الاكيوت ده كده. ايه هو يعني قال لك الاكيوت والكرونيك، وكلمه عن كل واحد فيهم على السريع. دلوقتي بقى هو هيتكلم عنهم بالتفصيل شويه. برضه هو بدا الكلام بالكرونيك بعد كده دخل على الاكيوت، خلينا احنا ناخد الاكيوت بعد كده الكرونيك. الاكيوت قال لك الديفينيشن والايتيولوجي، قال لك اول حاجه هو رير بس فيتال، حلو يعني شوف هو
هو دايما الوحش بيبقى اقل انتشارا، افتكر كده، الوحش بيبقى هو الاقل انتشارا، فهو عشان وحش فيتال بيبقى رير. برضو قالك بيحصل لو one or more of three factor exist، يا اما large dose من البكتيريا، يا اما low immunity، يا اما high hypersensitivity. طيب في الجروس بيكتشر بقى ايه؟ يعني انت ممكن التلات سطور دول تفكس كده للتلات سطور وتكتب كلمة كاسيوس اللي هي CASEOUS. ليه يا معلم؟ اقرا معايا. قال لك اول حاجه ان الافكتد لونج بيبقى فيها سمول كاسيوس فوكاي. هنعرف ايه كاسيوس دلوقتي. فقال لك ان هو بيعمل كاسيوس كونسوليديشن. طيب تاني حاجه قال لك فوكا ليكوفيكيشن وايفاكويشن اوف كاسيوس. طيب وتالت حاجه قال لك الهايلر الليمف نود اللارجت وكاسيوس. تمام، التلات سطور حرفيا كاسيوس. طب ايه كاسيوس ده بس عشان تبقى فاهم؟ عارفين توم وجيري لما كان بيجي ياكل جبنه، تبقى الجبنه كده فيها دوائر دوائر وفاضيه وملهاش حدود، يعني تحس الحدود بتاعتها متاكله. هي كده على فكره منظرها تحت يعني لما تشوفها جروسلي كده بتبقى كده تشيز لايك، دي حاجه كاركترستيك للتي بي. فكلمه كاسيوس دي يعني هي تشيز لايك. تمام، سببها ايه؟ سببها انه حصل لص في السيلولار اوت لاين، يعني الخلايا اللي عامله اوت لاين للسيل او الخلايا اللي عامله اوت لاين للالفيولاي يعني حصلها لص، فتبقى شبه التشيز لايك. هي دي كلمه كاسيوس. تخيل ان كاسيوس تقريبا، يعني تقريبا عشان مابقاش برضو فتاي، تخيل ان هي الجبنه السويسري معناها كده يعني. بس فهي كده يعني، هي الكاسيوس دي اصلا كاركترستيك للتي بي. تمام، وهتتكرر برضو معانا في الكرونيك، يعني برضو هي موجودة في الكرونيك. طيب يبقى الاكيوت قلنا الكاسيوس اللي في الاول قالك سمول كاسيوس فوكاي في الافكتد لانج، ما قال لك ايفاكويشن اوف كاسيوس ماتيريال، ما قال لك ان اللي بيحصل انلارج الليمف نود او الهايرا الليمف نود وكاسيوس. فعشان كده قلت لك لو عرفت كلمه كاسيوس خلاص مبروك عليك. طيب الميكروسكوب بيكتشر قال لك ماسيف كاسيشن. تمام، اللي بيسيلويد سيل تبقى قليله ونو فايبروزز. اهم حاجه عندي في الميكروسكوب بيكتشر ان هو ماسيف كاسيشن ونو فايبروزز، لان العكس في الكرونيك. تمام، يلا نجمه جنب نو فايبروزز. الكورس رابيدلي فيتال والميلياري تي بي از كومن. نجمه برضو عند ميلياري تي بي از كومن. يبقى انا اطلع من الاكيوت بايه؟ سيبك من الاوكير. قالك اوكير وين وان اور مور اوف 3 فاكتور اكزيست، ما احنا لسه قايلينها فوق اصلا فمش عايزينها. اهم حاجه في الجروس كلمه كاسيوس. المايكروسكوبيك اللي هو الماسيف كاسيشن ونو فايبروزز، والكورس ان هو رابيدلي فيتال وميليتري تي بي از كومن. ده اللي تعرفه في الاكيوت. اطلع للكرونيك. الجروس بيكتشر بتاعه ايه؟ ده بيحصل فيه كافيتي فورميشن او ابيكال ليجن. تمام، مكانه فين؟ كومون في الايبكس بتاعت الرايت لانج. شوف الكرونيك محترمه ملهاش في الشمال، فبتروح على اليمين على طول على الايبكس. برضو بتعمل كاسيشن و برضو تحتيها ريجولار شريدي كاسيشن لايننج مش عارف ايه. بس هو في هنا معلومه بقى ان يعني الكاسيشن ده احنا قلنا ان هو بيحصل لص في السيلولار اوت لاين، يعني الاوت لاين بتاع الالفيولاي بيتدمر، لكن بيبقى سيك بقى في حاله الكرونيك. يعني ليه؟ لان في فايبروزز. شفت بقى عكس الاكيوت في ايه؟ الاكيوت تحت قلنا نو فايبروزز، لا في الكرونيك بيحصل فايبروزز، عشان كده بيبقى في كاسيوس او بيحصل كاسيشن، لكن يعني الجدار بيبقى سيك. بس الكومبليكيشن قال لك هيموبتوزيس يعني كحه بدم، نيموسوركس يعني في هواء في جوه في السوركس، الاسبريت دي اما دايركت اما عن طريق البلاد اما برونكيال، كلام عبيط طبعا. الحاجه بس اللي هنا اللي يمكن جديده ان هو ممكن يعمل رايت سايد هارت فيلير. ماشي، هو على فكره انت المفروض برضو ايام الكارديو معلومه عارفينها من ايام الكارديو ان في بالمونري فينز بتودي للرايت اتريوم و ورايت فينتريكل، بعد كده بيروح يعدي على البالمونري يعني بيروح على او على اللنج يعني على اللنج عموما، بعد كده بيروح على الليفت اتريوم والليفت فينتريكل، بعد كده يروح يضخ للجسم. يعني دي كده زي دوره حياه القلب. تمام، فحتى فيما بعد برضو ان شاء الله هتاخدوا وفي الكلينيكال كمان هتاخد البلمونري ايديما والكلام ده، لان ممكن تكون في مشكله مثلا في القلب ناحيه اليمين او قلب ناحيه الشمال فيعمل لك بلمونري ايديما. ما علينا يعني، فممكن لو حصلت مشاكل او حصل تي بي يعني
يحصل رايت سايد هارت فيلير بس. وزي ما اتفقنا ان الكرونيك تي بي دي ما بتحبش الشمال، فعشان كده هي بتروح تقعد في الرايت سايد، او في سوري في الرايت لانج يعني في الايبكس، وبتروح تعمل رايت سايد هارت فيلير بس. ده الكرونيك تي بي. يبقى احنا اتكلمنا عن الانترستيشيال او الفيرال تي بي او فيرال نيومونيا، سوري انترستيشيال او فيرال نيومونيا. بعد كده اتكلمنا عن اللونج ابسس. بعد كده اتكلمنا عن البلمونري تي بي بنوعيه البرايمري والسكندري. بس هتروح كده تقرا تحفظ الحاجات المميزه، انت كده 100% ولميت المحاضره. ايه بقى المطلوب منك يا معلم؟ المطلوب منك انك بعد ما تخلص المحاضره التانيه تمسك المحاضرتين على بعض، يعني مش تدعكهم، انا عايزك كده ايه تحفظهم ميه. انت حرفيا لو خصصت 10 دقايق قبل ما تنام تقرا في المحاضرتين، والله هي بس هو اسبوع بالظبط، تخيل كل يوم تقراها مره، يا لهوي هتبقى حافظها صم، هتبقى معيد باثولوجي. بس ان شاء الله النهارده بالليل هنزل كويز كده صغير على اول محاضرتين دول، كام سؤال كده تخشوا تحلوهم، يعني هيلموا الدنيا ان شاء الله. يعني هحاول على قد ما اقدر ما اسيبش جزئيه او اجيب المهم، وده طبعا بعد كده غير مذاكره الاسئله اللي هتنزل. ففرصه انك تشوف نوعيه الاسئله عامله ازاي، فرصه انك تختبر نفسك، بس عايزك تبقى مذاكر المحاضرتين 100% وتخش تحل، يعني تختبر نفسك فعلا، مش الكتاب جنبك وتبص وتحل، لا انا هو كويز صغير مثلا 10 اسئله بالكتير 8 حاجه كده، يعني مش هتكمل منك ربعايه، بس انا عايزك تبقى مذاكر عشان تبقى لميت المحاضرتين كويس. بس على قد ما تقدر تعمل جداول، اعمل تلخيصات مقارنات الكلام ده، ان ده والله العظيم بيفرق في المذاكره وبيسهل المذاكره وبيفرق في مراجعه. انت بعد كده وانت بتراجع بتبقى عارف ايه المهم وايه اللي تركز عليه وايه اللي تحفظه. وصدقوني انت لو حفظت اللي انا قلت عليه مهم، يعني مثلا قلت دي مهمه ودي مهمه وتحفظ دي وتعمل دي، ده اللي انت تحفظه في اول مذاكره ليك. لو انت عملت كده وجيت تراجع بعديها وقريت بقى الكلام، هتلاقي بقى الكلام تافه، فانت تبقى مسكت المحاضره 100%. هي ايه فكره المذاكره؟ المذاكره ان انت بتذاكر بترتيب الاهميه، يعني دي المعلومه الاهم ودي الاقل اهميه ودي الاقل اهميه، تمام؟ طيب طبعا انت عشان تبقى طالب شاطر وتقدر تقفل او تحل كويس، لازم انك بتذاكر تراجع على الاقل مره مرتين. فانت مع المذاكره الاولى بتاخد المعلومه الاهم، في المراجعه الاولانيه بتاخد المعلومات الاقل شويه، في المراجعه الثانيه مثلا بتروح ايه ماسك المحاضره كلها بالمهم بالمش مهم، بتبقى خلاص اتقنت الدنيا. بس فعشان كده بقول لك اعمل جداول واكتب ولخص، ده بيفرق والله في الحفظ، بيخليك انت حافظ، انت نفسك تبقى عارف مكان المعلومه. اه ده انا كاتبها في الجدول على اليمين، ده انا كاتبها في الجدول على الشمال كده بس. فعشان كده دايما بقول لكم ركزوا على حوار الجداول دوت، محاضرتين يتذاكروا كويس، وان شاء الله الكويز هينزل النهارده بالليل، وان شاء الله هيبقى لطيف، يعني مش في حاجه صعبه او كده. بس ده كل حاجه باذن الله. برضو مذاكره الام سي كيو شغال عليها والله، مضاعف المجهود مكثف المجهود علشان اخلصها على يوم الاحد او الاثنين بالكتير قوي، ان شاء الله الاحد يعني، بحيث يبقى معاكم الاسبوع اللي جاي تشتروها براحتكم. بس وبالتوفيق يا شباب ان شاء الله.